السلام عليكم، اهلا بيكم في قناة كراشيه كافيه. في فيديو النهاردة هنتعلم طريقة عمل سجادة صلاة باستخدام خيط اليس بافي فاين. والسجادة دي طبعا مميزة وفخمة جدا جدا، وكمان عملية ومريحة للجلوس اثناء وبعد الصلاة، لانها كثيفة ومريحة ومش هتحتاج ان انت تحطيها في مكان فيه سجاد. وانا رعيت في تصميمها انها تكون بسيطة وسهلة، بحيث اي حد يقدر ينفذها بسهولة جدا، حتى لو ملوش اي خبرة في الكراشيه ولا الاعمال اليدوية عموما. ولو انت بتابعيني لاول مره وحسيتي الشرح مش واضح كفايه، او عندك اي اسئله بخصوص سجاد البافي، هل بيستحمل هل بيفك، كل الاسئله دي انا وضحتها في فيديو طقم الحمام بخيط البافي، فانصحكم بمتابعه الفيديو ده، وهسيب لكم اللينك طبعا في صندوق الوصف، او اضغطوا على اللينك بالصوره اللي هيظهر على الشاشه في نهايه الفيديو ده. لعمل السجادة هنحتاج نوع المشات اللي هو النعناع سليب المضاد للانزلاق، والنوع ده زي ما قلت لكم منتشر ومعروف جدا، بيتباع في محلات الادوات المنزلية او اي هايبر ماركت كبير. انا بالنسبة لي بشتري من فتح الله في قسم الادوات المنزلية، وبالنسبة للالوان برضو زي ما وضحت قبل كده مش هتفرق معانا خالص، اشتري اي الوان تلاقيها موجودة، لان احنا بنشتغل على الوش السادة اللي باللون الابيض، والوش الملون بيبقى ملامس للارض ومش بيظهر خالص. هنستخدم طبعا خيط اليس بافي فاين، وناخد بالنا من كلمة فاين لانه بافي فيه منه كذا نوع، وانا اخترت اعمل السجادة باللون الطوبي ورقمه 90 مع لون تاني من فاين كالر او جنجا، في برضو من نفس درجة اللون الطوبي ورقمه 60-40. واهم حاجة وانت بتشتري البافي تتأكدي انه ما يكونش النوع التقليدي اللي بيتباع بالكيلو، وتتأكدي انه بافي التركي الاصلي، تشوفي ورقة الخيط بتبقى بنفس الشكل اللي احنا شايفينه ده، مكتوب عليها اسم الخيط والسيريال والكود او رقم اللون. كمية الخيط هنحتاج 3 شلات من بافي فاين كالر و6 شلات من بافي فاين السادة، وهنحتاج معهم ابرة كروشيه ألمونيوم مقاس 3.5 ملي عشان نسحب بيها الحلقات. خيوط اليس بافي فاين وجميع انواع اليس وهيمالايا التركي متوفره عندنا في شركه الفجر، تقدروا تطلبوا منها باي كميه سواء قطعي او جمله عن طريق التواصل على رقم الواتساب اللي هيظهر على الشاشه. طبعا الرسمه دي انت تقدري ترسميها باي مقاسات او باي شكل انت عاوزاه، بس انا طبعا هوضح لكم المقاسات اللي انا اشتغلت عليها. فبالنسبه هنا للبرواز الداخلي، انا هنا نزلت 4 سطور، اوكي، زي ما احنا شايفين كده 1 2 3 4. هنا في السطر الخامس بدات انه احدد نقطه، اهم حاجه ان النقطه دي تكون بتبعد بمسافه 9 فراغات، فزي ما احنا شايفين هنا في عندي 9 فراغات، 1 2 3 4 5 6 7 8 9، اوكي، من الفراغ العاشر حددت نقطه، والنقطه دي بتبعد بمسافه 1 2 3 4، هنا في السطر الخامس حددت نقطه بتبعد بمسافه 9 فراغات، وده هنا عندي الفراغ العاشر. وبعدين هنا برضو في الكورنر التاني حددت نفس النقطة بنفس الخطوات بالظبط، 1 2 3 4، هنا في السطر الخامس حددت نقطة بتبعد بمسافة 9 فراغات، ده هنا الكورنر التاني، وهنا الكورنر التالت برضو كررت نفس المقاسات بالظبط 9 فراغات، وهنا في عندي 1 2 3 4، ده هنا السطر الخامس، وطبعا هنا برضو في الكورنر الرابع كررت نفس الخطوات. بعد ما حددت مسافات ال4 نقط بدأت انه اوصلهم كلهم مع بعض عشان ارسم المستطيل او البرواز الداخلي. اهم حاجة نراعي واحنا بنرسم الجزء الموجود هنا، او احنا بننزل باستقامة الخط الموجود هنا، يكون المسافة ثابتة 9 فراغات على استقامة الخط بالكامل، عشان تبقى المسافة دي كلها متساوية عندنا.
بعد ما بنخلص البرواز او المستطيل الخارجي بنبدا انه ننقل على الرسمه الموجوده هنا، فبنحدد نقطه هنا في السنتر، وطبعا نراعي انه المسافه تبقى متساويه ما بين الجزئين دول مع بعض، اوكي، بحيث انه نتاكد ان النقطه دي هنا موجوده تقريبا في السنتر. ومن عند النقطه دي بنبدا انه نرسم خط بطول 17 سنتي، ده ضلع المثلث الاول. ضلع المثلث الثاني طبعا برضو بيبقى نفس المقاس بالظبط، برضو خط بطول 17 سنتي. بعد ما بنرسم الخط وطبعا نراعي انه ايدينا تبقى مظبوطة على قد ما نقدر بحيث ان هما الاثنين يبقوا على نفس الخط مع بعض، بعد ما بنخلص ضلعين المثلث بنبدأ هنا من ناحية اليمين نرسم خط بطول 8 سنتي، وهنا طبعا برضو في الجهة المقابلة خط بطول 8 سنتي، وبعدين بنبدأ انه ننزل بخط مستقيم لحد ما نقفل البرواز، والبرواز ده بيبعد بمسافة 1 2 3 4، بيبعد بمسافة 4 سطور عن البرواز الخارجي اللي احنا رسمناه في الاول. وبعدين بنبدأ ان نوصل الاجزاء كلها مع بعض، فاحنا كده رسمنا الرسمة او اللي هو المثلث الخارجي. بعدها بنرسم المثلث الداخلي وبننزل بمسافة 1 2 3 4 5، هنا في السطر الخامس بنحدد نقطة بحيث طبعا هي تبقى على نفس الاستقامة مع المثلث اللي هو اللي قبليه، فبنحدد النقطة هنا. وبعدين بننزل بخط طوله 15 سنتي، وهنا طبعا الضلع الثاني برضو بنفس الطول 15 سنتي، وبعدين بنرسم خط هنا من هنا من ناحية الشمال طوله 7 سنتي، وهنا طبعا برضو من ناحية اليمين طوله 7 سنتي. وبعدين بنبدأ انه ننزل بخط مستقيم عشان نقفل البرواز الداخلي، والمسافة هنا ما بين البرواز الداخلي والخارجي مسافة 1 2 3، فهنا مسافة 3 سطور، فبننزل بالخط لحد ما نوصل للسطر الموجود هنا بيبعد بمسافة 3 سطور عن الخط اللي قبليه، ونبدأ انه نقفل البرواز الداخلي. هي دي فكرة الرسمة بمنتهى البساطة، عبارة عن مستطيل داخلي، اوكي، بنحدد بيه البرواز اللي هو هيتشغل في الجزء الملون من البافي، وبعدين بنبدأ انه نرسم ضلعين مثلث، ومن ناحية اليمين خط ومن ناحية الشمال خط، وبننزل بحيث ان احنا نقفل البرواز. بعدها بنرسم داخل المثلث كمان مثلث اصغر شوية، وبرضو ناحية اليمين والشمال خط من اليمين والشمال، وبنبدأ ان احنا نقفل البرواز. هنبدأ شغلنا طبعا بفك شلة البافي، وهنفك منها حلقة واحدة او حلقتين بحيث الخيط في البداية يبقى مفرود قدامنا بالشكل ده كده. هنبدأ شغلنا وهنشتغل بالظبط زي ما اشتغلنا قبل كده في مشاية طقم الحمام، عبارة عن ان احنا بنشتغل في اسطر رايح جاي، وبنشتغل في فراغ واحد وبنفوت الفراغ اللي بعديه، وبعدين ننقل على الفراغ اللي بعده وهكذا. هنبدأ الأول من بداية السطر الموجود هنا، أنا في هنا عندي 4 أسطر 1 2 3 4، فهبدأ من أول فراغ في السطر الأول، هبدأ أسحب من ناحية اليمين حلقة واحدة بس من البافي، وبعدين هفوت فراغ واحد بس وانقل على الفراغ اللي بعديه واسحب الحلقة اللي بعدها. بس كده، هي دي طريقة شغلنا، عبارة عن انه بنفوت حلقة واحدة بس من فراغ، وبعدين بنفوت فراغ واحد وننقل على الفراغ اللي بعديه. وزي ما قلت لكم قبل كده ان الشغل بالبافي من الحاجات الفريندلي جدا، والاخطاء فيه تقريبا ما بتبانش، فانت ممكن حتى لو اتلخبطتي وفوتتي فراغين بدل فراغ واحد، او ما فوتيش مثلا فراغات واشتغلتي فراغين جنب بعض من غير ما تفوتي، كل ده ما فيش فيه اي مشكله خالص ومش هيبان في الشغل، بس طبعا نحاول على قد ما نقدر نراعي الاتقان في شغلنا. خلصت السطر الاول وده شكل الشغل عندي، وهنا في نهاية السطر فضل عندي اخر فراغين، وطبعا ماشي بنفس التسلسل، فهفوت فراغ وهشتغل في الفراغ الاخير. بعد ما خلصت السطر الاول هبدأ انزل على السطر الثاني اللي تحتيه على طول، وطبعا احنا في السطر الاول بدأنا من اليمين وانتهينا عند الشمال، السطر اللي بعديه على طول هيبقى من الشمال لليمين، فهبدأ انزل على السطر الثاني اللي بعديه،
وعاوزة اوضح لكم طريقة ممكن تسهل عليكم الشغل اكتر، وهي ان انت تشتغلي على منطقة الظهر. والطريقة دي بتسهل عليك ان انت بتبقي شايفة الفراغات قدامك واضحة اكتر، وكمان بتسحبي الحلقات بالترتيب وما بتفوتيش ولا حلقة. فممكن يبقى الاسهل عليكي في اجزاء معينة من السجادة ان انت تشتغلي على منطقة الظهر. وطبعا برضو انت جربي الطريقتين وشوفي ايه الطريقة الاسهل بالنسبة لك. وصلت لنهاية السطر الثاني، وانا قصدي هنا نوري لكم ان حتى انا نفسي ممكن يحصل معايا ان افوت فراغين بدل فراغ واحد، وفي نهاية السطر الفراغات تختلف معايا. فهنا في نهاية السطر اتفضل عندي 3 فراغات، فممكن انه افوت فراغين واشتغل على طول في الفراغ الاخير، او ممكن انه اكمل عادي برضو بنفس التسلسل وافوت فراغ واحد بس واشتغل في الفراغ اللي بعديه واسيب الفراغ الاخير، مفيش اي مشكلة خالص. فانا هنا هفوت فراغ وهشتغل في الفراغ اللي بعديه وهسيب الفراغ الاخير. بعد ما خلصت السطر التاني هبدأ انزل على طول على السطر التالت اللي تحتيه، والسطر هنا عندي هيبدأ المرة دي من ناحية اليمين، السطر اللي قبله انتهى من ناحية الشمال، فبداية السطر ده هتبقى من ناحية اليمين. خلصت 4 أسطر، وده شكل الشغل عندي. وطبعا اكيد انتم ملاحظين انه مش هو ده اللون اللي انا بشتغل عليه من البدايه، ده عشان الجزء اللي انا هشرحه دلوقتي كنت صورته قبل كده بس اتمسح بالغلط، فعيد شرحه تاني على سجاده تانيه بعملها برضو بنفس الشكل، بس هستخدم فيها لونين مختلفين، ده اللون اللي هو الجراي مع ابيض الجنجا، وهكتب لكم برضو ارقام الالوان على الشاشه. فدلوقتي انا هنا بعد ما خلصت ال4 سطور هبدا انزل على ال9 فراغات الموجودين هنا، وبرضو هشتغل في أسطر رايح جاي زي ما هنشوف دلوقتي. بالنسبة للرسمة الموجودة هنا أنا سايبة 8 فراغات، بس أنا حملهم لحد 9 عشان بس نفهم الفكرة، لأنه السجادة دي أنا كنت رسمها الأول بشكل مختلف. فالمفروض أن الخط ده يبقى موجود هنا، ده هنا الفراغ رقم 10، ودول ال9 فراغات اللي هشتغل عليهم زي بالظبط السجادة اللي احنا بدأنا بيها. فهبدأ من اول هنا، ده هنا برضو عندي ال4 سطور، فهبدأ من اول هنا انزل على السطر اللي تحتهم على طول وابدأ اسحب حلقة، دي كده هتبقى الحلقة رقم 1 او الفراغ رقم 1، هفوت فراغ وامر في الفراغ رقم 3، هفوت فراغ وامر في الفراغ رقم 5، افوت فراغ وامر في الفراغ رقم 7، افوت فراغ والفراغ رقم 9. يبقى عشان ما تتلخبطيش وانتي بتمرري الحلقات، دايما حطي في دماغك انه الفراغات اللي هتشتغلي عليها 1 3 5 7 9. اوكي، انا كده مليت ال9 فراغات، هبدأ انزل على السطر اللي تحتيهم على طول برضو نفس ال9 فراغات، ده الفراغ رقم 1، يبقى دايما 1 3 5 7 9، واكرر اشتغل على ال9 فراغات في اسطر رايح جاي بنفس الطريقة. خلصت الجزء ده وده شكل الشغل عندي، وهنراجع مع بعض تاني. فاحنا ده هنا الاطار الخارجي، بدأنا اشتغلنا على ال4 اسطر الموجودين هنا، وبعد ما خلصناهم بدأنا ننزل على الجانب اليمين من البرواز واشتغلنا على ال9 فراغات رايح جاي الموجودين هنا. وهنا خلاص وصلت عند نهاية الخط اللي احنا حددناه في الرسمة. فدلوقتي هبدأ انزل على ال4 اسطر الموجودين هنا، وبرضو هشتغل في اسطر رايح جاي لحد ما اوصل للسطر الاخير عشان يبقى عندي نفس ال4 اسطر بالظبط الموجودين في الجزء العلوي. فهبدأ دلوقتي اشتغل على ال4 اسطر، هبدأ الاول من ناحية اليمين، ده هنا نهاية الخط عندي، فهبدأ من ناحية اليمين، وبعدين لما اوصل لنهاية السطر، السطر اللي بعديه هيبقى من الشمال اليمين وهكذا. فهبدأ الاول اقلب الشغل عشان هيسهل عليا اكتر. زي ما احنا شايفين ده هنا شكل
التسع فراغات اللي مليتهم هنا زي ما احنا شايفين كده، الخط متناسق مش مفوتة ولا حلقة. وهبدأ دلوقتي اشتغل في اسطر رايح جاي، فانا هنا هكمل وهفوت فراغ واشتغل على الفراغ اللي بعديه، وافوت فراغ واشتغل على الفراغ اللي بعده نفس الخطوات بالظبط، وهكمل لحد ما اوصل لنهاية السطر. وبعد ما اوصل للسطر الاخير هنزل على السطر اللي بعديه واشتغل من اليمين للشمال، وبعدين انزل على السطر اللي بعديه وهكذا، وهكرر لحد ما املأ الاربع اسطر الموجودين هنا. خلصت الاربع اسطر والسطر الرابع بينتهي عندي ناحية اليمين في الجزء ده، وده شكل الشغل عندي. ده هنا اول اربع اسطر بدأنا بيهم، وبعدين مشينا على ناحية اليمين الجزء اليمين من البرواز، وهنا ده الجزء الاسفل، فضل بس هنا الجزء اللي ناحية الشمال برضو هنملاه بنفس الطريقة، وهنشتغل اسطر رايح جاي على التسع فراغات الموجودين هنا عشان طبعا يبقى عندنا نفس الجزء المقابل من البرواز. بس طبعا زي ما احنا شايفين انا هنا السطر انتهى عندي ناحية اليمين، فهبدأ انه اقص الخيط وابدأ اوصله من هنا عشان اشتغل على التسع فراغات. وطبعا هنضف الخيط الزايد ده وهبدأ انه أداريه وسط الشغل، فهمر بالإبرة من الفراغات الموجودة هنا واسحب الخيط، زي ما وضحت هبدأ اشتغل على الجزء اللي فاضل هنا من البرواز. وطبعا ممكن انت تبدأي من هنا من اعلى، ممكن انت تبدأي من الناحية التانية زي ما تحبي. فهنا برضو في الخيط فكيت حلقتين وهبدأ اسحب اول حلقة زي ما بدأنا شغلنا بالظبط. هبدأ املأ نفس التسع فراغات بنفس الخطوات اللي شفناها قبل كده، 1 3 5 7 9. خلصت السطر الاخير من التسع فراغات، وعشان انهي الشغل طبعا برضو قصيت حلقتين، والخيط الزيادة ده هنضفه في الاخر بنفس الطريقة اللي احنا شفناها. وبكده يبقى اكتمل عندي البرواز الخارجي زي ما احنا شايفين كده، البرواز الخارجي اكتمل اربع اجزاء. والخطوة اللي بعدها هنبدأ نشتغل على اللي هو الجزء الداخلي، وطبعا برضو هيبقى بخيط الباتيك، وانا بفضل انه نبدأ الجزء ده من اسفل لاعلى، فهنا برضو هنشتغل بنفس الخطوات، هنقلب الشغل بالطريقة دي كده وهنبدأ نشتغل هنا من الجزء الاسفل. وهنا برضو في عندي اربع اسطر من الفراغات، 1 2 3 4، فهنشتغل بيهم بالظبط زي ما اشتغلنا في الاربع اسطر الموجودين هنا. هنوصل الخيط من هنا من ناحية اليمين وهنشتغل في اسطر رايح جاي لحد ما نوصل لنهاية السطر الرابع، ونبدأ ننزل على الفراغات برضو بنفس الخطوات اللي اشتغلنا بيها هنا. هننزل على الفراغات او خطوط الفراغات الموجودين هنا ونشتغل فيهم برضو اسطر رايح جاي. بالنسبة لعدد الفراغات الموجود عندي هنا، عددهم هنا عندي 10 فراغات، لو عديت من الخط ده للخط المقابل هلاقي انه عدد الفراغات هنا 10، ففي الحالة دي في نهاية السطر هفوت فراغين بدل فراغ واحد واروح على طول على الفراغ العاشر، بمعنى انه هشتغل 1 3 5 7، افوت اخر 2 فراغ رقم 8 و9 واروح على طول على الفراغ رقم 10. عاوز اوضح برضو للناس اللي بتتابع لاول مرة طريقة وصل الخيط لو الشلة خلصت من هنا اثناء الشغل، فبنفك حلقتين من كل طرف وبنبدأ عادي خالص نعقدهم جنب بعض بالشكل ده كده، بحيث انه الحلقات تبقى جنب بعضها، نقرب الحلقات من بعض وبنعقدهم بالطريقة العادية. خلصت الجزء ده وده شكل الشغل عندي، ده هنا من منطقة الظهر زي ما احنا شايفين كده. اشتغلت على 10 فراغات اسطر رايح جاي وخلاص وصلت للجزء اللي هنا، فطبعا برضو هفضل اشتغل بنفس الطريقة. هبدأ اطلع على السطر الموجود هنا، بيبدأ عندي من ناحية الشمال، اوكي ده هنا نهاية السطر، والسطر اللي بعديه هبدأ اطلع على السطر ده هيبدأ من ناحية الشمال، وهشتغل برضو في اسطر رايح جاي لحد ما اوصل للجزء الموجود هنا.
ماشي. طبعا انا فضلت ماشي على الرسمه لحد ما وصلت للجزء ده، والمفروض انه ده هنا اخر سطر وصلت عنده، المفروض انه انقل على طول هنا، ده عندي هنا نهايه الرسمه، المفروض انه انقل على طول على السطر الموجود هنا، بمعنى انه اخر سطر انا وقفت عنده بينتهي هنا ناحيه اليمين. اوكي، والمفروض على حسب الرسمه انه انقل على السطر اللي فوقيه على طول، والسطر اللي فوقيه على طول بيبدا من اول هنا، فشايفين المسافه من هنا لهنا بعيده ازاي، فانا المفروض انه بمر من هنا بالابره وببدا اسحب الخيط. فشوفوا عشان اوصل من هنا لهنا، ده طبعا هيستهلك معايا حلقات كتير، ممكن انه افوت الحلقات واسحب على طول، بس طبعا هيخلي السجاده من ورا فيها حلقات كتير، وكمان برضو هيهدر معايا في الخيط وهيهدر معايا في الحلقات. ففي الحاله دي لما يحصل حسب الرسمه اللي انت بتشتغلي عليها، لما تلاقي انه في سطر بعيد عنك مش هينفع ان انت تهدري في الحلقات عشان تروحي له، فزي ما بنعمل في الكروشيه بالظبط بنبدا انه نقص الخيط. فانا مثلا هقص من هنا حلقه، اوكي خلاص هنهي الشغل عند هنا وهفك الحلقه، وفي الاخر خالص نبقى ننضف الخيوط الزياده دي، وهسيب الجزء ده خالص اللي انا وقفت هنا عنده هبقى اكمله في الاخر، وهرجع تاني اكمل شغلي من بدايه الرسمه. هروح على الجزء الموجود هنا هكمل في شغلي عادي خالص، هبدا اوصل الخيط بدايه من هنا واشتغل فيه قسط رايح جاي لحد برضو ما اوصل للجزء ده، ولما يتفضل عندي الجزء الصغير الموجود هنا هبدا انه اوصل له الخيط واشتغل بس على الاسطر اللي فاضله هنا. دلوقتي انا هنا وصلت عند نفس الجزء اللي انا وقفت عنده في الجهة المقابلة، ده هنا عندي من الظهر، انا هنا برضو قصيت الخيط وفكيت حلقة، فهبدأ انه اعقد اطراف الخيط مع بعض. وطبعا زي ما وضحت انه اي خيوط زيادة بندريها بعد كده بنفس الطريقة اللي احنا شفناها. دلوقتي انا هبدأ اوصل الخيط بداية من السطر ده، وهشتغل في الاسطر لحد ما ارتفع لحد الزاويه الموجوده هنا، ويبقى انا كده خلاص خلصت الجزء ده، بعدها هفك حلقه او اتنين وانهي الشغل وداري الخيط الزياده. يبقى احنا الفكره كلها اللي هنطبقها على اي رسمه لسجاد البافي، الاساسي معانا ان احنا بنشتغل اسطر رايح جاي، ولو حصل اثناء الشغل انه قابلنا جزء من الرسمه مش هينفع نوصل له عشان مش ماشي مع نفس تسلسل الاسطر، يبقى بنقص الخيط وبنرجع نوصله تاني في الجزء اللي عاوزين نبدا من عنده. دلوقتي انا خلاص خلصت كل الجزء او كل الرسمه اللي هي مفروض تتعمل بالبافي الباتك زي ما احنا شايفين كده، شوفوا قد ايه شكلها حلو. ده هنا عندي برواز الخارجي، ده هنا البرواز الداخلي، والخطوه اللي بعد كده طبعا هبدا انقل على اللون الاحمر الطوبي، وهبدا اشتغل على الجزء الموجود هنا، وبرده هي بالظبط نفسها نفس الخطوات،
هبدأ انه اوصل الخيط بداية من هنا، وزي ما انتوا عارفين هنرتفع بالاسطر رايح جاي لحد ما اوصل للجزء ده الموجود هنا. اوكي، وبرضو احتاج ان انا افك الخيط وابدأ اشتغل على المثلث او الجزء الموجود هنا لوحده. خلصت الجزء الموجود هنا، فضلت ارتفع بالاسطر لحد ما وصلت لجزء المثلث الموجود هنا، واشتغلت بنفس الخطوات بالظبط اللي شفناها قبل كده. بعدها نهيت الشغل، بعدها وصلت الخيط من جديد وفضلت اشتغل اسطر رايح جاي على كل الجزء الموجود هنا. طبعا وصلت الخيط بداية من هنا، وبعدين اشتغلت اسطر رايح جاي لحد ما وصلت للجزء الموجود هنا، وفضلت انه اشتغل برضو بالاسطر على كل الجزء ده بالظبط برضو بنفس الخطوات اللي شفناها قبل كده، لحد ما وصلت لبرضو الجزء اللي موجود هنا. وحبدأ من هنا انهي الشغل، لانه زي ما احنا شايفين كده خلاص انا مش هينفع انه اروح بالخيط على السطر الموجود هنا، فانا هنا خلاص هنهي الشغل، وبعدين هرجع تاني اوصل الخيط وحوصله بداية من الجزء الموجود هنا، وابدأ اشتغل اسطر لحد ما ارتفع للجزء الموجود هنا. اوكي، وخلاص يبقى كده خلصت الجزء ده، وبعدها هبدأ انقل على الاسطر الاخيرة هنا في الجزء العلوي من السجادة. خلاص خلصت الجزء ده، واخر حاجة هنا عندي لما وصلت لنهاية السطر هنا خلاص قصيت الخيط ونهاية الشغل. اوكي، نهاية الشغل خلاص عند الجزء ده، لانه هبدأ من هنا خلاص اشتغل على اخر 10 اسطر في الجزء العلوي. كده احنا خلصنا شغلنا. لايك وشير لو عجبكم الفيديو، هستنى تسيبولي ورود في التعليقات زي ما اتفقنا قبل كده. كل سنة وانتم طيبين، واشوفكم ان شاء الله على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله.